السلام عليكم. النهاردة زي ما قلتلكم هنتكلم بقى عن الموضوع أول مرة حامل، هنتكلم فيه تاني بقى، وإن شاء الله نكون يعني في الميتنج ده أو في اللايف بتاعنا ده نكون جمعت كل النقط اللي ممكن الستات بتسأل عليها. أول حاجة، انتي عرفتي ان انتي حامل، عملتي تحليل الحمل وطلع موجب، طيب هبتدي أروح للدكتور بتاعي امتى؟ لو انتي فعلا أول مرة ولسه محتاسة جدا ومش ما عندكيش اي معلومات ولا اي خلفية عن الموضوع، يبقى هتبتدي تروحي لدكتورك على طول من اول ما تعملي تحليل الحمل ويطلع موجب، علشان لو بتاخدي ادوية ما تنفعش مع الحمل هتوقفيها، علشان تبتدي تعرفي تعملي ايه او ما تعمليش ايه. ان شاء الله في الفيديو ده هقعد اقول لكم شوية حاجات تساعدك في الموضوع ده، يعني المعلومات العامة، بس في حاجات طبعا ما نقدرش نستغنى عنها ان انتي تروحي لدكتورك يعني. طيب افرضي عندك شوية معلومات بسيطة وعايزة تروحي على طول تطمني البيبي كويس ولا لأ، يبقى هبتدي اروح بعد 10 ايام لاسبوعين من التحليل ده، علشان بالمرة بتشوفي النبض، لكن قبل كده ما بيبقاش لسه الكيس ظهر ولا النبض ظهر، علشان برضو لو روحتي على طول اول ما عملتي تحليل الحمل ما تستغربيش ان دكتورك قالك انا مش شايف حاجة. دي اول حاجة. ايه اهمية المتابعة؟ ان انت يبقى الدكتور عارف حالتك من الاول لاخر، واعتقد ان الوعي الصحي دلوقتي بقت كل الستات عارفة اهمية ان هي تبقى متابعة مع دكتور واحد، ما تتنططش بين دكاترة كتير. طيب اكل ايه وما اكلش ايه والبس وما البس؟ بصي، هو عموما الفكرة العامة السهلة ان الحمل يعني لازم تعيشي حياة هيلسي مش اكتر، يعني كل حاجة في المعقول تنفع. لو انا عايشة نظام هيلسي من الاساس يبقى مش هتغيري حاجة في اللي انت بتعمليه تقريبا يعني. طيب يعني ايه؟ يعني المفروض ان الواحدة بتاكل اكل معتدل ومنتظم، بتاكل ال3 وجبات بتوعها وبتاكل 2 سناكس في النص، بتاكل وجبات صحية، نبعد عن الحاجات الدسمة كتير، لان هو الدسم ده هتكتشفي بعد كده ان هو اكتر حاجة بتتعبك في الحمل، وخصوصا ان الحمل بيبتدي بيخلي ان المرارة بتاعتك ممكن تتعب بسرعة يعني. ماشي، فنحاول قدر الامكان ناكل اكل سهل. الحاجة التانية، ان نحتاج نشرب سوائل كتير جدا جدا جدا. ربنا خالق ان الحمل بيخلي ان الهرمونات بتاعته بتحتاج ان انتي يبقى بتحتاجي سوائل كتير، يعني محتاجة ان انا اشرب حوالي 3 لتر على الاقل كل يوم. ليه؟ لان الدورة الدموية بتاعت الست اللي مش حامل فيها حوالي الدم 6 لتر. احنا دلوقتي بعد البيبي ما بيبتدي يبقى موجود معانا ان شاء الله بيبقى الدورة الدموية بتاعتك 9 لتر، فاحنا في 3 لتر لازم يجوا من بره، ما لهمش حل. لو ما جبتهمش من بره هتبقي تعبانة، يعني هي دي الفكرة. هتلاقي ضغطك واطي، هتبتدي تحسي بالاعراض بتاعت ان انتي نقص المية. موضوع المية ده مش حاجة بسيطة يعني، يعني من اول ان انتي ممكن تبقى بشرتك جافة، يبتدي يظهر تشققات فيها، تبتدي تبقي بتنهجي وانتي بتتكلمي، تبتدي تبقي مصدعة، تبتدي يبقى ضغطك واطي. فاحنا عندنا حاجات كتيرة قوي المية بتفرق فيها. محتاجين ناكل اكل كويس، خضار وسلطة كتير، مش رفاهية، بس ده بيمنع الامساك بدل ما نقعد نحتاج ان احنا ناخد ملينات في الحمل، والملينات مش من الحاجات اللي بينصح بيها يعني. محتاجين نشرب طبعا لبن، بس يعني لو الست عندها وحم شديد مش بنضغط عليها قوي في اول 3 شهور، لان فعلا احتياج الواحدة للبن وكده بيبقى من الرابع، من بداية ان البيبي العظم بتاعه يتكون وكده. طيب ده كده عموما بالنسبة للاكل. الاكل اللي المفروض ما ناكلهوش الاكل اللي مش صحي اصلا، يعني ما ينفعش الواحدة تاكل اكل ناقص سوى، يعني ما ينفعش تاكل بيض او نص سوى اللي هو تقال عليه بريشت او اللي هو العيون، لازم البيض يبقى مستوي كويس، لان هو ممكن يجيب نوع من انواع العدوى دي ممكن تسبب الاجهاض لا قدر الله. عندنا برضو اللحوم لازم تبقى مستوية كويس، يعني ما ينفعش ناكل لانشون بالبيف بسطرمة، الحاجات دي مش مستوية، لان دي من الحاجات اللي بتجيب مرض القطط اكتر من ان انا يبقى عندي قطة في البيت يعني. ايه تاني؟ زيها برضو ما ينفعش ناكل الاسماك النية، يعني لا فسيخ ولا رنجة ولا كده، واحنا داخلين على بعد كده موسم شم النسيم، فالكلام ده ممنوع خالص في الحمل. زي السوشي برضو، والحتة الصغيرة زي الحتة الكبيرة، ما ينفعش اقول مثلا اصلا هاكل حتة صغيرة يا دكتورة ومش عارفة ايه، لا مش هينفع. الكبدة اتعملت دراسات عليها وقالوا ان كميات الكبدة الكبيرة بتعمل تشوهات، فاحنا بنمنعها اول 3 شهور. عايزة تخليكي في الأمن ومتاكليهاش خالص طول الحمل، فمفيش برضو مشاكل. اللحوم الحمراء عموما بتحل محل الكبدة عموما.
التونة برضو من الحاجات اللي اتعمل عليها دراسات عشان فيها نسبة زئبق عالية وممكن تسبب الإجهاض، فمش من الحاجات اللي بنصح أكلها في الحمل. السمك عموما لازم تاكلي سمك حوالي سمكة لسمكة ونص كل أسبوع، لكن بالنسبة للتونة لأ مش بينصح بيها، يعني بالكتير تتاكل مرة في الأسبوع. التمر من الحاجات اللي عليها إشاعات جامدة جدا، وطبعا الإشاعات دي كلها غلط، التمر اللي بيسبب إجهاض ولا أي حاجة. التمر من الحاجات المفيدة جدا في الحمل، يعني من اول ان هو ممكن يمنع اكتئاب الحمل، بيحسن الانيميا، بعد كده بيحسن وزن البيبي، يعني فوائده ممكن ما نقعد مثلا فيديو كامل نقول لكم فوائد التمر مع الحمل. يعني احنا اتفقنا ان احنا هنعيش عيشة صحية، فبرضو بلاش بقى لبس ضيق، بلاش كعب عالي، مش عشان هو يعني هيأذي البيبي قد ما هو هيأذيكي، لان التغيرات اللي بتحصل في جسمك هتخلي ان ظهرك يوجعك وكده، فملهوش لازمة الحاجات دي. برضو من الاشعاعات حكاية ان الست ما تتقلبش وكده، لان ده هيخلي الحبل السوري يلف حوالين البيبي، طبعا دي اشعة غلط خالص يعني، بس عموما انت اللي بتتحركي بالراحة، علشان برضو نحترم ان في الجسم حصل فيه تغيرات، فانت لو مش بتتحركي كويس يعني او بسرعة جامدة هتبتدي يجيلك وجع. الوجع ده اسمه وجع الاربطة المستديرة يعني، او اللي هو راوند ليجامنت بين، دي أربطة مثبتة الرحم، فلما الست بتتحرك جامد بتبتدي تشد عليها وتعملها شد عضلي يسمع في الرجل من جوه. في ستات كتير بيبقى جيلها الوجع ده وبتبقى هي مش فاهمة ايه سببه يعني. عادي بقى اللي بتمارس رياضة تقدر تكملها، دي حاجة بسيطة، بس يعني ما بقاش انا طول عمري مأنتوخة وابتدي اقرر في الحمل ان انا هبتدي انزل الجيم مثلا وابتدي العب رياضة، هيبقى الموضوع ده صعب. لكن لو واحدة اصلا بتلعب رياضة ينفع تلعب تكمل عليها عادي جدا، اغلب الرياضات اللي مش هيحصل فيها خبط او عنف يعني، يعني مفيهاش اي لعبة لعبة فيها تصادم، المشي عادي، السباحة عادي، يعني انا مش شايفة فيهم اي مشاكل، وحتى الدراسات قالت عادي، بس يعني ما بتديش نشاط رياضي انا ما كنتش متعودة عليه، هي دي الفكرة. بس دي بالنسبة للرياضة. واه طبعا لو واحدة عايزة تبتدي بقى حاجة ما كانتش بتعملها قبل كده بتبتدي بالمشي، المشي مرتين لتلاتة في الاسبوع بتبقى مفيدة جدا ان الواحدة وزنها ما يزيدش. الحاجات السخنه برضو دي من الاشاعات اللي امهاتنا متورثاها، الست ما تشربش حاجه سخنه علشان ما يحصلش اجهاض، يعني بالراحه كده لو كان بيعمل اجهاض كانت كل الستات اللي عايز تعمل اجهاض يعني شربت يعني مرتين شاي سخنين وكان يعني ما خلصت يعني من الموضوع ده واجهضت وخلاص. فموضوع ان الحاجه السخنه دي ممكن تقعد تعمل اجهاض دي عايزين نشيلها خالص من دماغنا. طيب يا دكتورة مش الحاجة السخنة ممكن تأذيني؟ الحاجة السخنة تأذيكي لو حاجة سخنة في مكان مكتوم زي الساونة، الساونة ممنوع خالص في الحمل، أولا هتوضي ضغطك، ثانيا هتعمل لك صداع، ممكن تعمل لك غمامان وغثيان، ممكن فعلا تعمل لك مغص لو عشان درجة الحرارة الجامدة، ممكن تعرضك للجفاف، كل الحاجات دي غير مأمونة في الحمل. الحمل برضو لازم نحط في دماغنا ان هو مش هيأثر على جمالك في حاجة لو انت عايزة تحافظي على صورتك وكده. يبقى احنا طيب لا يا دكتورة كل الحوامل بيبقى شكلهم وحش والدنيا بتبقى بهدلة، لا طيب هعمل ايه علشان احافظ على نفسي في الحمل؟ اول حاجة تابعي انك توزني نفسك مرة كل اسبوع او كل اسبوعين بالكتير، علشان زيادة الوزن دي اول حاجة بتبوظ الدنيا في الحمل. فكرة ان انت اتخن دلوقتي وهخس بعد الولادة فكرة غلط خالص، اولا علشان برضو نبقى مستوعبين فكره انت بتاكلي الاثنين دي فكره غلط. الكالوريز في اول 3 شهور اللي انت بتبقي محتاجاها حوالي 100 كالوري، 100 كالوري يعني قد ايه يا جماعه؟ يعني بيضه مسلوقه، كوبايه لبن كامل الدسم بس، يعني مش اتنين ولا حاجه، مش وجبتين ولا حاجه، يعني حاجه بسيطه جدا في الاكل اللي هو بتزيد. في تاني 3 شهور يعني مثلا ممكن ساندوتش جبنه مثلا، هو ده اللي انت محتاجاه عن اللي انت متعوده عليه في الاساس. يبقى انا لو زودت من الاساس واقول انا باكل الاتنين دي طبعا فكره غلط خالص، هتندمي عليها بقى بعد الولاده اللي هو انت مش عارفه تخسي، لان اغلب الاسباب السمنه عندنا في مصر دي عادات وتقاليد متوارثه. بعد الولاده كمان موضوع المغايد ده برضو عايزين نقضي عليه شويه. لو برضو واحده عايزه تصبغ وكده طبعا الصبغه ممنوعه خالص طول الحمل، علشان اولا الالوان دي عباره عن صبغات تقيله، دي ممكن تدخل تترص في المشيمة تعمل مشاكل. أأمن حاجة عموما الحنة اللي عايزة تحني، بعد كده لو انت عايزة ممكن تصبغي بقى في التاسع فعلا اللي هو البيبي اتكون خلاص اطمننا على كل حاجة،
فممكن ساعتها تصبغي، لكن بلاش بدري يعني. ما مش عارفه اشمعنى في الخامس او السادس، بس اغلب الحوامل يجوا على الخامس والسادس يبقوا زهقانين، فقولوا لي لو سمحتي يا دكتور عايزين نصبغ، فنتفق ان الصبغه ما تنفعش. الكرياتين والبروتين كل الابحاث قالت ممنوع خالص، ما فيش حاجه اسمها زيرو فورمالين، لان حتى اللي فيه زيرو فورمالين ده بعد ما بيتعرض للحراره الماده دي بتبقى اكتف وتتحول لفورمالين، لان هي ماده الفورمالين دي هي اللي محتاجها علشان البروتين يلزق على الشعرايه، فمفيش حاجه اسمها ما فيهوش فورمالين يعني. المجهود، المشي، المواصلات، الحاجات دي عادي. امتى يبتدي يبقى السفر مضر عليا في الحمل؟ لو سفر اكتر من 4 ساعات، فيبقى لازم الواحده تشرب كويس. ميرسي جدا يا نعيمه. الحاجه التانية لازم تشرب كويس جدا، دي اهم حاجه في موضوع بنبه عليها في المواصلات. اليانسون عادي جدا في الحمله مفيهوش مشاكل. بصي كل المشروبات ممكن تشربيها بما فيهم الجنزبيل ما عدا القرفه. القرفه مش عشان هي هتسقط، بس يعني في ممكن تعمل نسبه مغص بدليل ان احنا بنديها عشان تسهل الولاده، فبلاش نشرب قرفه بس سخنه، لكن غير كده كل المشروبات بقى عادي. الجنزبيل كمان مش عارفه ليه برضو بيختلطوا معاهم مع القرفه، بس الجنزبيل مشكلته مش بالعكس، هو ملهوش مشكله، ده هو بيحسن برضو حالات الوحم يعني. الستات اللي عندهم قيء مستعصي ممكن لو اخدت يعني شوية جنزبيل بيضيع القيء ده. طبعا بالنسبة للحموضة من اكتر حاجات اللي الستات بتشتكي بيها، وبتدي الشكوى بتزيد من بعد السادس. طيب اعمل ايه؟ هحاول ابعد عن الاكل الدسم والاكل اللي فيه سكريات كتيرة، بالذات بعد يعني قبل ما انام بساعتين تلاتة، احاول قدر الامكان ان انا ابعد عن الكلام ده، علشان الرحم كل ما بيكبر بيعمل حاجة اسمها ارتجاع، يعني الحمض يطلع على المريء، دي حاجة عادية. فانا ابعد بقى الاكل الدسم بالليل، خلي تملي مثلا زبدية، قطع فاكهة بالليل، دي من الحاجات المهمة. طيب في واحدة ايمان بتسأل ازاي اتجنب ان ابني يرضع طبيعي مع صناعي المرة الجاية. بصي هو احنا كلنا بيبقى الواحده يعني الست لما بتحمل والاهل معاها بيبقوا خايفين جدا على البيبي، لا لو سمحتي اللبن مش بيكفي. هو الفكره ان اللبن مش بيكفي، انت مش عاطيه فرصه انه يكفي يعني. انت لو بتشربي كويس، لا مش هتشربي حلبه من دلوقتي طبعا. الحلبه من دلوقتي مش هتضرك في حاجه، بس هتخلي ان انت في لبن ينزل من بدري، فده صدرك هيوجعك يعني. انت لسه حامل، مش وقت ان ينزل فيه لبن يعني. الحلبه بتضر اللبن بس مش بتعمل طلب. اللي عايزه ترضع طبيعي لو هي اول مره حامل، لازم حسب بقى يعني حسب بتوري صدرها للدكتوره بتاعتها. لو الحلمه مقلوبه او الحلمه مسطحه، فبتبتدي تعمل تمارين الحلمه دي من السادس. لو هي الحلمه طبيعيه، تبتدي تعمل التمارين من الثامن. ايه فايده التمارين دي؟ عشان ما يحصلش تشققات. هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن فعلا تضايق الام فتخليها مش قادره ترضع كويس. لكن وانس البيبي اتولد، اهم حاجه اول ساعه بعد ما البيبي يتولد قدر الامكان ننبه على المستشفى اللي هنولد فيها ان احنا مش عايزين رضاعه صناعي، فبيطلعوا لك البيبي اول ما تفوقي. ممكن حتى اول ما الدكتور يكشف عليه بيتحط سكين تو سكين، دي من اول الحاجات اللي بتخلي ان اللبن يستدر من جسمك، وخصوصا لو الواحده والده قيصريه. ال5 دقايق دول بيفرقوا جدا، ونطلب من المستشفى ان ما يرضعوش البيبي صناعي. طبعا طبعا بعد الكشف عليه، ويسمح ان حالته تبقى تسمح ان هو ايه ينفع ما يرضعش صناعي. بعد كده بيطلع الاوضه بتبتدي ترضعي بقى. الفكره ان انت كميه اللبن اللي هي القليله اللي انت حاسه ان هي قليله، كل ما البيبي بيرضع حركه الرضاعه نفسها بتاعت البيبي دي هي اللي بتنزل اللبن، مع ان احنا نشرب سوائل كتير، وان وبعض الحاجات اللي هي مثلا زي المكسرات او الحلبه ده بيساعد على زياده كميه اللبن. كل رضعه صناعي انت بتديها بتفقدي قصادها رضعه او اتنين طبيعي، فقدر الامكان بتحاولي ترضعي البيبي طبيعي قدر الامكان، ما تتدخليش الصناعي بالساهل كده. مش مساله البيبي يصعب عليا ان هو بيعيط، العياط ده يا جماعه مش معناه ان هو جعان، العياط دي هي دي لغته. عنده مغص، تعبان، جعان، كل حاجه بيعيط. فحاولي انك تحطي البيبي على صدرك كتير، دي اول نصيحه يعني. وفي دكاتره اطفال متخصصين في الموضوع ده، وده سبب ان انا بقيت بعمل ايفنتات الرضاعه الطبيعيه، علشان جبت دكتورة بقى متخصصة تساعدنا بقى الأمهات اللي نافع عن الموضوع. الستات بقت بترضع صناعي زادت قوي لدرجة ان بقى بيبقاش بيرضع طبيعي اصلا، فبقينا نعمل الايفنتات دي على تقريبا كل شهر علشان نقضي على فكرة ان الأمهات بترضع صناعي.
بصي هو المثبت مش بيزود الحمل للدرجة، يعني مش بيزود الوزن، بتبقى يعني نص كيلو، الاكتر من كده ده بيبقى من قلقك، فانتي اكيد بتزودي في الاكل يعني. يا مي طيب، اللي بتقول انا حامل وبترجع، هي في الخامس دلوقتي وبترجع من اول الحمل وتعبت، طيب بصي جربي انك تنظمي اكلك كل 3 او 4 ساعات، يعني انت لو بتاكلي وجبتين وبترجعيهم، لا هاكل كل 4 ساعات. طب افرضي باكل كل 4 ساعات وبرجع، كلي كل 3 ساعات، بتاكلي كل 3 ساعات وبترجعي. بصي انا باكد عليها لان فعلا هو الفتره كل ما تبقى بعيده كل ما الترجيع بيزيد، فقدر الامكان تخلي الاكل مسافات قريبه جدا، مش لازم تاكلي وجبات كبيره، بناكل بالنقنق بالبلدي وجبات صغيره جدا يا ستي، يعني مثلا واحده تبقى تنصليه حته جبنه، نص تفاحه، اي حاجه بسيطه، ده هيساعدك ان انت ما ترجعيش. وبعدي بقى الغي خالص الاكل الدسم، ما تاكليش بطاطسايه مقليه خالص، ما تاكليش اي حاجه مقليه، بلاش بقى العيش باللحمه والفطير الاكل الدسم ده حتى لو نفسك رايحه عليه، وبلاش الحاجات المسكره قوي، يعني بعدي عن الحاجات المقليه، الحاجات الدسمه، المياه الغازيه والبهارات، الاربع حاجات دول هتبعدي عنهم، وتاكلي اكل خفيف وكل 3 4 ساعات، هتلاقي الموضوع معاكي يبتدي يقل مع الادويه طبعا، وارجعي لدكتورك يعني. تاني يا هاجر نفس الكلام، هتاكلي اكل بسيط، نبعد عن المسبك والمقلي ونبعد عن الاكل الدسم، وتاكلي اكل بسيط كل 3 4 ساعات، هتلاقي موضوع معدتك ده ارتاحت جدا. بصوا هقول حاجه بسيطه كده، كل ما انت وقفتي على الطبخه كده في المطبخ وقعدتي تطبخيها وتكلفي ده، كل ما هتتعب لك معدتك، الاكل قرب ما ربنا خلقه هو ده اللي صحي لينا. يعني مثلا الجبنه القريش احسن من الجبنه المطبوخه، هتلاقي بتريح معدتك. الرز اريح على معدتك من المكرونه، والمكرونه العاديه اريح من المكرونه البشاميل مثلا، فاهمني؟ كل ما بتقعدي انت بقى تطبخي في الاكله وتكلفيها، كل ما بتتعبي معدتك اكتر. بصي الحمل بيزود الافرازات الطبيعيه بتاعه الحمل، طالما ملهاش لا ريحه ولا حكه ولا هرش، دي حاجه طبيعيه جدا، هرمون الاستروجين بيعلي الافرازات. طيب لو حصل اجهاض 3 مرات قبل كده، ينصح بان انت تعملي مسحه من الافرازات دي سوري علشان لو في التهابات ولا حاجه تلحق تتعالج. نصيحه للي هتجيب توأم، المتابعه مهمه جدا، لان انت طبعا مشاكل الحمل بتبقي معرضه ليها اكتر، وخصوصا لو الوزن زاد زياده، يعني بتتابعي تقريبا كل اسبوعين بس، وربنا معاكي بقى ويقويكي يعني. والتحاليل طبعا بتتعمل، او عموما يعني التحاليل عشان نبقى عارفين، التحاليل بتتعمل في اول شهر، اول 3 شهور لازم يبقى عندنا الاساسي بتاعنا عشان نبقى عارفين الاساسي بتاع جسمك ايه، وعشان لو في انيميا نلحق نعالجها. وبعد كده بتتعاد التحاليل تاني على السادس، ولو الدنيا كويسه بتتعاد بس على اخر الثامن اول التاسع، لو في اي مشكله ممكن الدكتور بيطلبها حسب حالتك يعني. يعني مثلا لو واحده ضغطها عالي ممكن الدكتور يطلب التحاليل كل اسبوعين عادي جدا، السكر عالي او الغده الدرقيه مش متظبطه ممكن الدكتور يطلب التحليل كل اسبوعين او كل شهر لحد النسبه ما تتظبط. فعلا المشكله بتبقى مؤلمه بالنسبه للشق والصدر يعني، احنا اتفقنا بقى هتجهزي نفسك من التامن، مش هتستني بعد ما تولدي، وبعد ما تولدي بعد كل مرة رضاعة بتبتدي تدهني الكريم عشان ما يحصلش الاوقات دي. حاجة تانية، طالما حصلت معاكي في الولادتين يبقى انت غالبا بتحطي بيبي غلط في وضع الرضاعة، فعلشان كده ممكن يعني تبعتيلي على الصفحة وابعتلك نمرة دكتورة الاطفال عشان بعد كده حتى بعد الولادة تعرفي تحطي بيبي صح ازاي. يعني اول سبب طالما انا بقى جهزت صدري بتحطي بتحطي كريم من التامن، وبعد كده بعد ما ولدتي اول اسبوع سوري بتحطي الكريم وبرضه حصل شقاوات، يبقى انت بتحطي البيبي غلط. عندك كحه بقالك كذا يوم، اخدتي اومنتين وبرانش كام؟ انا عندي كحه انا كمان. الكحة خطر على الجنين. بصي الكحة لو مستمرة وقت طويل طبعا غلط، ممكن تنزل المية بدري، روحي لدكتور صدرية تعالجي. ممكن مثلا تكون الموضوع اصلا كل الكحة اللي عندك دي انت اصلا عندك ارتجاع ومش واخدة بالك، وعمالة تاخدي في ادوية كحة، محتاجة دوا حموضة ودوا ارتجاع مش اكتر، فاهمة؟
ممكن يكون عندك جيوب انفيه وهي اللي مش بتتعالج، فهي دي السبب. يا جماعه لما بنقول روحي لدكتور باطن او دكتور صدريه، الدكتور النساء مش بيبقى بيوزعك ولا حاجه، ولا هو عايز يخلص منك، بس هي الفكره ان انا بشوف لك الاصلح، لان ده مش تخصصي. ايه الحاجات اللي اقلق منها بليز؟ اوكي، اول حاجه تقلقي منها السخونيه. حاولي قدر الامكان تحافظي على نفسك من السخونيه. لو حسيتي انك سخنه بتقيسي حرارتك، لان دي اكتر حاجه بتعمل خطر في الحمل. الحراره فوق ال 38 تقدري انت تتعاملي في البيت، اكتر من ال 39 ولا حاجه لا قدر الله لازم تنزلي للمستشفى، يعني انت مش هتعرفي تتعاملي لوحدك. بالنسبه لل دي اول حاجه السخونيه. تاني حاجه بنخاف طبعا نزول دم، مفيش واحده هينزل عليها دم هتقعد ساكته في اي وقت في الحمل، والكميه القليله زي الكميه الكبيره ممكن ما تقلقيش لو هي نقطه مثلا، دي ممكن ساعتها تنتظري. لكن لو كميه اكتر من بقع او قرب كميه البيريود مثلا حتى لو اقل، لا انت لازم تنزلي المستشفى. دكتوري ما بيردش، مفيش حاجه اسمها دكتوري ما بيردش، مش مهم هتنزلي عن اكيد انت عارفه هتولدي معاه فين، او الدكتور ده بيتعامل مع مستشفيات ايه. ممكن الدكتور يكون في العمليات، ممكن يكون مشغول مع حاله تانية، انزلي على المستشفى هم هيكشفوا هيعرفوا يوصلوا له. يعني الحاجات الخطر التانية طبعا بعد السابع البيبي ما بيتحركش، مفيش حاجه اسمها البيبي ما بيتحركش. برضو البيبي ليه دورات نوم وصحيان، فاطول فتره نوم او صحيان ليه بتبقى حوالي ساعتين، يعني لازم كل ساعتين البيبي بيصحى. فانت بعد السابع لازم تتابع حركات البيبي، اقل معدل لحركه البيبي 12 مره في اليوم، ده المتوسط بتاعنا. الاحتياطات، كان عندك جلطه قبل كده، ايه الاحتياطات اللي المفروض تعمليها؟ اولا لازم ترجعي لدكتور الجلطه اللي كنت بتتعالجي معاه علشان يظبط لك، بيديكي الروشته بتاعتك هتمشي على قد ايه ادويه سيوله او الابر بتاعتك بجرعتها لما تيجي تحملي. حاولي قدر الامكان تحافظي على وزنك، ما تزيديش، لان كل السمنه بتزود تعرض للجلطه. شرب السوائل كتير جدا. معلش سؤال بعيد. طيب، لو فعلا لو واحده عندها التهابات بتتكرر ان كانت حامل او مش حامل ومش بتخف منها، بناخد مسحه وبناخد وبيتعمل لها يعني مزرعه، والمزرعه بتطلع لنا المضاد الحيوي اللي المفروض ان احنا بناخده. طب ما خفتيش، في ثلاث حاجات الست بتخليها ما تخفش. اول حاجه ان هي ملابسها تكون يعني مصنوعه من مواد الياف صناعيه، دي بتخلي ان انت البكتيريا تمسك فيها وما تخفيش. الحاجه الثانيه ان يحصل علاقه في الوقت اللي انت بتاخدي فيه علاج، يعني طالما انت بتاخدي علاج للالتهابات ممنوع العلاقه خالص لحد ما تخفي او تبقى بعازل. الحاجه الثالثه ان انت ما تكمليش كورس العلاج، يعني الدكتور قال 7 ايام فانت اتحسنتي بعد اليوم الثالث وقفتي على اليوم الخامس، بترجع للالتهابات تاني. جوزي مسافر ومفيش وسيله، وعندي بنت 5 سنين، كنت عايزه اعرف اعمل ايه قبل ما ينزل. بصي انت لازم ترجعي لدكتورك الاول علشان يختار معاكي الوسيله المناسبه، يعني حتى قبل نزول جوزك بشهر عشان تبتدي تختاري الوسيله المناسبه ليكي. يعني شوفي الدوره اللي جوزك مثلا هينزل فيها، قبليها روحي اكشفي عشان تختاري بقى هل هتاخدي اقراص ولا هتاخدي ايه يعني. بس قرار الست اللي هي طبعا الحاجه التانية اللي باكد عليها، هنحاول قدر الامكان ان احنا نحاول نولد طبيعي، وخصوصا لو بكريه بلاش تتصربعي وتقولي انا عايزه اولد قيصريه انا بخاف من الوجع. كل حاجه وليها علاج. يعني انت خايفه من الوجع، في ولاده بدون الم سهله جدا وبسيطه ومع استشاري تخدير يعني ممتاز، هتلاقي نفسك الموضوع مش مزعج بالنسبه لك. بس ما تضيعيش على نفسك فرصه انك تولدي طبيعي. لو الولاده الاولانيه ما بقتش طبيعيه خلاص، يبقى يعني تقريبا 90% هيتحكم عليك انك بتولدي كل مره قيصري. قدر الامكان نبعد عن الفكره دي، مش عارفه يعني. طيب اعمل ايه عشان اولد طبيعي؟ بتبتدي تتمشي من بدري، هنبتدي يوم او يوم لا، او مرتين في الاسبوع مثلا من الرابع او الخامس، مع تمرين القرفصاء. مفيش واحده ولدت بدري بسبب تمرين القرفصاء، هنفتكر الفلاحين تمرين القرفصاء ده زي تمرين الستات بتقعد فيه على التويلت اللي على الارض، فمفيش واحده ولدت في الفلاحين ولدت بدري بسبب كده خالص. دول اهم حاجتين بيتعملوا. وقدر الامكان تحافظي على نفسك ان وزنك ما يزيدش، لان انت لو وزنك زاد جامد ووزن البيبي زاد بالتبعيه فدي برضو هتخلي الولاده الطبيعيه صعبه. لا مش شرط ان يبقى في ترجيع في الحمل خالص، عادي ده. وممكن ست اول حمل كانت بترجع، تاني حمل ما ترجعش اصلا. عايزه يحصل حمل،
انا اسفه فهمت السؤال غلط. لا برضو هتنزل، هتروحي تكشفي قبل جوزك ما ينزل بشهر او حاجه. ممكن تبتدي تعملي التحاليل بتاعتك، اهم حاجه هرمون الغده الدرقيه وهرمون اللبن، دي اهم حاجات مبدئيا يعني. والدكتور يبص على التبويض بتاعك عموما الدنيا كويسه ولا لا. ونشوف بقى هل انت 5 سنين دي كان جوزك موجود ولا لا، كان بيسافر. لو كان بيسافر خلاص هتاخدي فرصه ممكن من اول شهر مثلا تتابعي حمله وخلاص، تتابعي تبويضه وخلاص. لكن لو كان جوزك بينزل وما بيحصلش حمل، فممكن نشوف بقى محتاج اشعه بالصبغه. يعني في ايه تاني دكتور؟ لو سمحتي نفس الاعراض بتاعه الحمل الاول، يبقى نوع الجنين واحد، انا معايا ولد واعراض الحمل هي هي برضو ولد. لا مش شرط طبعا، مش شرط خالص. هو ما فيش حاجه بتقول ان الوحم ده يقول ده بنت وده ولد يعني، بس اعتقد كده انا قلت كل حاجه تقريبا في موضوع الحمل البكرية. يعني الحاجة التانية برضو المهمة تانية لازم نأكد عليها، فايدة ان انتي بتثبتي متابعتك مع دكتور واحد، ان يبقى عارف حالتك كلها، بيتابع معدل زيادتك، زيادة وزنك، زيادة وزن البيبي، ضغطك من اول مرة في الحمل، فبيبقى عارف تحاليلك كلها متابعة. ولو قررتي انك تغيري من دكتور للتاني، حاجتك كلها مع بعض، تحاليلك بكشوفاتك بالسونار بتاعك، وبتروحي بيهم للدكتور اللي انت هتقرري تكملي معاه، علشان بتوفري كتير، عشان ميحصلش اتخاذ قرار خطأ في الحمل يعني. اوكي ماشي. برضو عايزة بقى نحط كده كومنتاتنا، علشان ان شاء الله نحدد موضوع الاسبوع الجاي ان شاء الله. ويا رب اكون بفيدكم بالفيديوهات دي. ماشي، اقول لكم بقى باي باي، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير. مع السلامة.